أعوذ بالله، بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عوائل الشهداء، آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي، شيوخنا الأعزاء، السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البدء أنقل لكم تحيات معالي رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الإله النائلي ومحبته لكم، وكان من المفروض أن يحضر معكم في هذا التكريم إلا أن هناك مانعا منعه من الحضور، وهو وفاة شقيقته. نسأل لها الرحمة ولشهدائنا الرحمة والرضوان. اليوم مؤسسة الشهداء تكرمكم يا عوائل الشهداء من شهداء مجزرة سبايكر بتوزيع القسط الأول من البدل النقدي بمبلغ 10 ملايين دينار، وإن شاء الله سنوزع بدلات القسط الأول لبقية عوائل شهداء مجزرة سبايكر، وبعد إكمالها سنوزع لكم إن شاء الله قريبا في الأشهر القريبة القسط الثاني أيضا. إخواني الأعزاء، مؤسسة الشهداء هو بيتكم الثاني، من واجبها قانونا أن تقدم الرعاية والخدمات لكم. أبواب مؤسسة الشهداء مفتوحة لكم، وهواتفها مفتوحة لكم للاتصال والتواصل مع موظفي مؤسسة الشهداء في أي طلب ترتؤونه، في أي حاجة، وإذا تطلب الأمر اطلبوا زيارة مؤسسة الشهداء إلى بيوتكم. نحن إخوانكم من عوائل الشهداء، موظفي ومنتسبي مؤسسة الشهداء، واجبنا قانونيا أن نسعى لرعايتكم قدر ما نستطيع وقدر ما تتوفر موازنة المالية لمؤسسة الشهداء. هذا التكريم ليس هو تكريم المادي أبدا، لا تفكروا بهذا المبلغ البسيط الذي لا يساوي قطرة دم شهيد. هذا التكريم هو تكريم الحكومة العراقية الذي هو جزء صغير من الوفاء لتضحيات الشهداء ولمعاناة عوائلكم الكريمة. هذا هو الوفاء الذي تحلى بها الحكومة العراقية والعراق الجديد من أجل إنصاف عوائل الشهداء، سواء عوائل الشهداء من ضحايا النظام البعثي البائد، أو شهداء الحشد الشعبي، أو شهداء العمليات الإرهابية. كلهم شهداء العراق، ونحن كعراقيين نفتخر بأننا قدمنا الدماء من أجل هذا اليوم الذي نجتمع براحة بال في هذا المكان. إخواني وشيوخي وأعزائي، بدماء الشهداء وفتوى المرجعية العليا في النجف الأشرف تنعم العراق اليوم بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. نقول لكل العالم ولكل الذين يتحدثون بسوء عن العراق الجديد، نقول لهم: أيها البعثيون، أيها الأزدام البعثيين، ماذا تركتم العراق؟ ماذا قدمت للعراق؟ نحن وأنتم قدمنا الدماء من أجل استقرار هذا البلد، ومن واجب هذه البلد عن طريق مؤسسة الشهداء أن تقدم لكم كل الرعاية الممكنة. واجبنا إخواني وأعزائي أن نتحدث عن تضحيات الشهداء كل يوم، وأن نكتب بالمواقع التواصل، أن ننشر صور الشهداء، أن ننشر مقالاتهم، ذكرياتنا معهم، كي لا تخبو هذه الذكريات الجميلة، هذه الدماء السخية التي أريقت على طريق العراق الجديد. سيل من الدماء قدمها العراقيون الشرفاء، سواء في زمن البعث، ومن المعيب جدا أن يتحدثوا عن الزمن الجميل. أي زمن جميل عاشها العراقيون في زمن البعث؟ مئات الآلاف من عوائل الشهداء المعدومين، حصار شامل على العراق من أجل جلاد وطاغية واحد. أي زمن جميل! البعثيون اليوم يعيشون أفضل مما عاشوا في زمن فرعونهم. العراق الجديد لم يقتص منهم إلا المجرمين الكبار، لهم حريتهم. هم منعونا
حتى لو كان الهواء بيدهم لمنعونا من شم هذا الهواء. كل الذين أجرموا بحقكم وبحق شهدائنا بعد 2003 هم من البعثيون ومن أزلام البعثيين. لابد أن نكتب وأن نتحدث بكل جرأة أن البعثيين وأزلام البعثيين ومن صفق للبعثيين من العراقيين وغيرهم هم السبب المباشر لهذه الدماء السخية. لكن عار عليهم أن تركوا العراق خرابا يبابا، وشرف لكم أنكم قدمتم فلذات أكبادكم لكي يستقر وضع العراق، لكي يعيش العراقيون بنعمة، هذه النعمة التي فقدناها أكثر من 35 عاما في زمن البعث، وفقدناها إلى 2017 حين صدرت الفتوى المباركة وتم تحرير الأرض والعرض. إخواني أعزائي، باسمكم وباسم مؤسسة الشهداء نطلب مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في إنزال القصاص العادل على جميع الإرهابيين، سواء الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة سبايكر، ولله الحمد بجهود مجلس القضاء الأبطال تم إعدام عدة مجموعات من الذين أجرموا بحق أبنائكم وإخوانكم. لكننا باسمكم نطلب المزيد. لابد أن يأتي يوم أن لا نرى إرهابيا في سجون العراق إلا وتم القصاص عليهم، لأنهم أساءوا إلى هذا التاريخ العظيم للعراق، وأساءوا إلى العشرة، إلى الأخوة، وإلى الدم العراقي النظيف. شكرا لكم يا عوائل الشهداء، وأعتذر جدا لأنكم تحملتم عناء الطريق، لأننا أردنا أن تتواجدوا في بيتكم الثاني ونكرمكم أمام الإعلام ليرى البعثيون والإرهابيون بأنهم أجرموا بحق العراق، والعراق سيبقى يكرم هؤلاء العوائل الشهداء. شكرا لحضوركم أيها السادة الحضور، وشكرا لمديرية شهداء مدينة الصدر السيد المدير وكادر مديرية شهداء الصدر الذين أكملوا إنجازات هذا اليوم، وشكرا للشعبة الاجتماعية في دائرتنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.